يا هوى ايش يعني هيك يا هوى ايش يعني قلبي اللي معك ورشا مشتاق شوفها واسمعها احكي معها اضحك معها ايش يعني قلبي يا هوى ورشا قلبي يا هوى قلبي انجرح من غيرك على الصعيد الشخصي انا بتمنى الله يحفظ لي عائلتي وامي واخواتي وبنتي ومرتي وكل عائلتي، وعلى الصعيد العام بتمنى يكون في تكون سنه فيها عن جد امل للبنانيه، لانه انتهت بانه كل شيء ركب بمطرح وصح والناس متامله 2019 تكون جديا منيحه، لحقنا لنا زمان يعني مظلومين. فبتمنى السلام لكل الوطن العربي والخير بشكل عام والطمأنينة للناس. نحن أكثر شيء بحاجة للأمل، إن شاء الله هذه السنة أنا أحس أنها تكون مميزة بهذا الموضوع. بس كتير أشياء حلوة منيحة صارت معي، نجاح كذا أغنية وأكثر من أغنية لإلي وحبيبي وينه وحلياني ومش ناوي على خير، ونجاح أغنية نانسي عم بتعلق فيك، وهلا الفيلم نازل بعد 5 ايام بامضة عين. يعني بعتبر انه انجزت، عملت شغل، عملت مجهود هاي السنه، انا راضي على حالي. ان شاء الله نبلش نقطف ثمرته ب 2017، بلشت ناس تحس بانه عن جد عم نتعب كرمال محبتهم اقل شيء نتعب له هالقد. يعني ان شاء الله بنعاد عليكم بصحتي، تكون سنه امل مثل ما نحن حاسين انه بلبنان السنه مفروض تبيض وجه معنا، فان شاء الله تكون سنة خير علينا وسنة امل. واهلا وسهلا فيكم. طبعا في البومي مع استاذ وائل حلواني مع ستار باز انترتينمنت، طبعا المنتج اللي عم بيهتم فيه واللي فاتح لي كثير مجال اني اقدر احقق الشيء اللي بتمنيه، بتشكره. وعندي طبعا فالنتاين قريبا رح نكون، كمان رح نكون بحبتور، رح نكون بالريجنسي انا وحبيب قلبي ملح مزين الرئيس، بعيده وبعيد كل حبيبي وبعيد جمهور اغاني واسره ام تي في واغاني. ان شاء الله تكون سنه خير عليكم يا رب. اول شيء نعاد عليكم جميعا ولكل عم يحضرونا. الامنيه الشخصيه انه بالاخر بعتقد انه اهم شغله بالحياه هي الصحه. الله يضل يعطيني القوه تقدر كمل، لانه شغلنا شوي صعب بين سفر وبين الاشياء اللي بنعملها. الامنيه العامه اللي بتمنى ولا سنه نرجع نكررها، انه الوضع كان بلبنان ولا كان بالعالم العربي، الوضع الامني والسياسي والاقتصادي يتحسن، لانه زقنا من هيدي الامنيه صراحه. كل سنه بنرجع بنردد نفس الشيء، ان شاء الله نوصل لمرحله ما بقى نقول هيدي الامنيه، نتمنى غير شغله. وكل سنه بتمرق بشيء حلو وشيء مش حلو كل سنه يعني فيها، بس بتمنى انه نوصل لمرحله ما بقى يصير في خلافات مع حدا. الاشخاص ممكن تكون انت وياهم كثير اصحاب وتوصل لمرحله من الجفا انت وياهم، هيدي اكثر شغله انا بنقهر فيها عامه، مش بس انه كسنه معينه بال 2016. اكثر شغله ممكن انزعج منها هو لما تكون انت قريب من اشخاص معينه وتوصل لمرحله لظروف معينه تصير تبعد عنه. الله لا يحرم ليلي وكل أجمل ما حصل معي بال 2016 يعني هو أكيد أول شغلة ابني ناجي جونيور، هو بعتقد هيدي أجمل شغلة صارت بال 2017، وكمان النجاح اللي حققه الألبوم اللي بعده مكمل من 2015، وإن شاء الله تكون 2017 مثلهم يا رب. جديدي رح يكون الأسبوع الجاي دغري مش مأخر، من افتتح السنة بأغنية جديدة مع الملحن جوزيف جحا، كلمات الراحل عصام صغيب وتوزيع باسم رزق.
كليب مع المخرج فادي حداد، رح يكون الاوديو والفيديو مع بعضهم الله راد من اول اسبوع او تاني اسبوع من السنه الجديده. و16 ما كان فيها شيء سيء، يعني الحمد لله كانت لا من اجمل السنين عندي، وكانت مرحله تحضيريه حلوه لل2017. مثل اي شخص يعني بتمنى على الساعه 12 هيك حلوه واحد يكون مع عائلته، بس انه بالنهايه الواقع انا فنان وانا عم بحتفل مع اكبر عدد عالم بحفلتي هون والحفله الثانيه. حلو انه عم بيكون فيها الجمعه الكبيره، بعتبر حالي انه بين عائلتي، والحمد لله انه كمان عائلتي معي كمان بالسهره اليوم عم بيحضروا. جديد ان الله راد غنيه قبل فالنتاين من كلمات والحان الاستاذ صلاح الكرديت وزياداني حلو، عامل نقله نوعيه كبيره كبيره كبيره. انا متفاجئ يعني اللي الشيء اللي عامله ما كنت حسب له حساب قبل. ان شاء الله يكون على قد ما العالم بدنا. وأمنيتي انه عن جد كل الشعب العربي يحس بالأمن والأمان، وعن جد يكون كلنا إيد واحدة، وإن شاء الله سنة هاي بتكون زي ما بيحكوا في وجهة حلوة على الناس، بيكونوا مبسوطين فيها ويكونوا مرتاحين، لأنه الحياة لازم تكون حلوة إن شاء الله، يعني تكون حلوة يا رب. أمنية شخصية إن شاء الله بتحبونا أكثر وأكثر. هلا أكيد غير كل شخص بحبني وعن جد بيكون متواجد معي بالحفلة، وأي شخص بتمنى لي الخير أكيد بحب أكون متواجد مع عائلتي أكيد. يعني بتعرف بطبيعة الحال يعني ما بنكون متواجدين مع العيلة بالأعياد، فإن شاء الله إن شاء الله يكونوا معنا دائما. إن شاء الله هالسنة في أكثر من أغنية إن شاء الله، يعني يكونوا قريبين للقلب وعن جد يحسوا فيهم الناس. بس في عنا أكثر من عمل إن شاء الله يكون كتير حلو، بس عم نشوف بالضبط إمتى بدنا ننزلهم. كل عام وأنتم بألف خير، لأحلى أغاني أغاني معكم أدم لبس. Yeah.
لكم.